انتم تسمعوا في EFM سبور شيك أمين جلانزا على EFM أحلى غاديو. ما في ساعة و 12 دقيقة على EFM. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من سبور شيك بحضور النجم محمد سليتي خالد القرب مساعد سليتي القادم في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. شيد زمردي محلل الأداء سيكون في الإطار الفني للمنتخب طبعا, وعبسة تار موسى مدير رياضي. هذه تشكيلة الإطار الفني للمنتخب في مونديال 2034 في العربية السعودية. الحديث على تهديد الويكلوب بالنسبة للترجي اللي تحكي عليه في الساعات القليلة الماضية منذ مباراة شبيبة العمران في ملعب حمادي العقربي في رادس به. للحديث على هذا حاضر معنا المحامي الخبير في القانون الرياضي صديقنا الأستاذ أنيس بالميم. سي أنيس, أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أمين, وأهلا وسهلا بالأولاد معك الكل الكابتن والرشيد وكل المستمعين في البرنامج بتاعك سبور شيك. تحية ليك سي أنيس. أنيس, حكينا احنا قبيل على الملعب التونسي, عندك دور رسمي في الملعب التونسي ولا كمحب حاضر ومستشار للإدارة وهذا كل؟ دور رسمي في الهيئة المديرة لا, لكن أنا محامي الملعب التونسي متطوع إلى كما قلنا احنا نهاية العمر, معناتها متطوع في الملعب التونسي باعتباري محامي النادي كل ما يستحق النادي في أعمال قانونية ولا استشارات ولا عقود ولا قضايا, أنا موجود باش نحامي على النادي وندافع على النادي ومتواجد في النادي. ويبدو أن الأمور إلى حد الآن 5-5 في الملعب التونسي. أنت كمحب, قبل ما ندخل معك ساعة في موضوع التهديد الويكلوك, كمحب أكيد تحلم بتتويج هكا في لقب البطولة يغيب لسنوات طويلة عن الملعب التونسي. في حال إن شاء الله اليوم الملعب التونسي للموسم الثالث على التوالي أو الرابع على التوالي بدأ يأخذ شخصية الفريق المتراهن, ما نقولش شخصية البطل خاطر معناتها هذيك ما تنجم تحكي عليها كلمة تيتروات, لكن شخصية المتراهن الجدي عند 4 سنين في عام كان الفريق شوية ويطلع للنقطة ونقطة بشتى البلاي أوف. كانت الناس الكل تقول إن الملعب التونسي عدى عام به العام ناول, معناتها الملعب التونسي معناتها بشهادة الجميع أحسن فريق في البطولة أو توج بالكأس, والسماء يكون فيه الحاجة الحقيقة اللي أنا فرحان لها في الستاد الملعب التونسي اكتسب شخصية وشخصية الفريق القوية اللي ما ترتبطش لا بمدرب ولا ما ترتبطش باللاعبين. حتى اليوم ولات عنده هوية ايدونتيتي. اليوم ما خرجوا لاعبين دخلوا لاعبين خرجوا مدرب بغير مدرب, لكن الفريق دائما محافظ على الهوية هذيك ويقعد نفس الأسلوب اللي بعد على الأسلوب القديم تاع الملعب. الناس اللي تبع الكرة من قبل تعرف الاستاد كيف يقولوا كيف دكونتر وتلقى مشاكل في كي تلعب في دوميسيل وكذا. اليوم لا تشوف معناتها الملعب التونسي يضغط يلعب نفس التشكيلة سواء في تونس ولا يلعب برا, يؤدي في أداء كبير هي معناتها ما يخاف من حتى جمعية بل يصدم على أي جمعية ويربحها, ما عنده حتى مشكلة بأولاد صغار بأولاد معناتها راهو فيهم مجموعة كبيرة أبناء الملعب التونسي. معناتها هذا مهم جدا لنورجوا على شمال نقولوا على الهوية. اليوم وقت اللي تلقى لاعبين معناتها أولاد ملعب التونسي هما معناتها بكل حقيقة أولاد ملعب تسكن الفريق قاعد ينتقل في جورات صغار في الأعمار بعشرين سنة في 21 22 و17 و18, وتلقى العباد معناتها ما تشيكش حتى شيء, ما تشيكش بلاعب زيادة بلاعب كبير. معناتها أنا نعرف مير كانزاري كيفاش يفكر وكيفاش يدرب وكشو أسلوب الفلسفة نتاعو في التدريب, ما تشيكش معناتها يمكن تلقى هذا معروس في اللاكس ما تفشش انه اللاكس خرج منه معناتها بن عبده اللي معناتها كان عنده دور كبير في الملعب التونسي. ما تحسش اللي عندك اكسال عمره 20 سنه تقريبا ديما المعوض موجود اي صحيح. عندك زوج لاعبين اجانب ديزاكسيو اللي ماهوش موجودين ملعب ما نجموش يلعبوا معاه حتى طرح, وهذا يوريك ثقه المدرب في الملاعب نتاعو. تشوف اللي توقفي بوم تاع الملعب التونسي من احسن الوسط ميدان هذا بشهاده الجميع احسن وسط ميدان في تونس معناتها مع تقريبا التركيبه ومعاهم بجاره اما تنداول هو كيف عنده مكان كبير مش قادر يلعب معناتها بس الفورميل هذيك معناتها هذاك اسمه معناتها اليوم مش شايل راهو جمعيه تخرج منها جميل وتخرج منها بن عبده وتخرج منها ديو وتخرج منها القدراوي مش سهلة باش في نفس النظام تعاود تلقاها الاولانيه معناتها حتى في الاداء بالسيزون اللي تعديت هذا الكل من اذن يخليني كان فرحان وفخور بجمعيتي فخور بولاد جمعيتي فخور باللاعبين وبالمدرب ونتمنى وان شاء الله تمشي معناتها كما قلنا احنا لو نحكيو بمنطق الكوره بفلسفه مير كانزاري المفروض اليوم احنا رانا الاولانيين وهاربين تفنجر معناتها لكن رغم ذلك احنا الاولانيين وان شاء الله مع نقطه مهمه جدا انيس كتله الاجور منخفضه في الملعب التونسي ذوري اكثر من لاعب ياخذ 6000 7000 دينار هكا ولا هي هذيك شوف سي لا جيستيون والحقيقه استراتيجيه اللي راهو في تونس
ما هيش ما تطلبش برشا فلوس باش تعمل جمعيه هذا معناتها الاكيد معناتها هو اللي جيستيون باهي في الكوره معناتها ما تطلبش برشا من كل فريق هو اللي معناتها الاستراتيجيه نتاعو معناتها اليوم لازم تعمل جمعيه باهيه اليوم في الكوره رجعنا نحكيو على معناتها الحقيقه انه الحاجه اللي انا كنت ديما تقلقني معناتها حتى اعلاميا تلعب على الكبار ولا ما لعبتوش على الكبار راه ما تنجمش تسمحيها راه اذا كان فر مره فترات فراغ في وقت ما في تاريخه ما تنجمش تسمحيها اللي هو 17 دقيقه معناتها تقريبا معناتها في الملعب يكون كان وسط الكبار اليوم لازم نحكيو على الفرق اللي قاعده تلعب واللي عندي في مردود متميز استاذ لولا عندك ميسي عندك جرجيس عندك معناتها بلجا كانت في وقت ما في على ترتيب مع الفرق الاخرى الكل قاعدين نسمع في بطوله نجم الناس رجعت تشيخ على البطوله رجعت تفرج الماتشات ما كان قبل نذكر في اربع خمس سنين تالي وحتى في العشر سنين الاخرانيين كلهم مستنيين ديربي ومستنيين كلاسيكو باش نشوفوا ماتش كوره وماتش كبير اليوم ملينا تقريبا كل جوله عندنا ماتش كبير وعندنا ماتشات تتفرج فيها ان شاء الله هذا يكون في صالح كره القدم التونسيه لانه مش حكيت اللاعبين اليوم ولينا نحكيوا على اللاعبين اخرين غير من اللاعبين نتاع يلعبوا في اعلى ترتيب لانهم بوست على ترتيب ديجا تم اشتكاكه من الفرق هذيا اللي تستحق موجب البرمارس نتاعها والتاريخ نتاعها باش تكون في المكان هذيا ما اعطاها لها حد وجدت هذيا من حد حتى حد. باه هذا فيما يخص الملعب التونسي نحكيو توا على تهديد الويكلو بالنسبه للترجي فما إمكانية للعب الديربي دون جمهور بعد اللي صار في مباراة شبيبة العمران في ملعب حماد العقربي في رادس ما هي وضعية الترجي بعد الأخبار هذه اللي ممكن تحكي على ويكلو في مباراة الديربي ضد النادي الإفريقي هو ده مش يحكيوا على وضعية الترجي كفريق في حد ذاته شوف الديربي والأحداث أو معناتها مباراة العمران اللي صار فيها لازم نرجع للهستوريك شنو هو مجال العقوبات او سلم العقوبات اللي تعرضوا لها نرجع للتابلو اف معناتها من فصل 43 من المجله التاديبيه لكره معناتها الجامعه التونسيه لكره القدم يوضح في التابلو اف معناتها على من فعل الجماهير فعل وتاثير الفرق من فعل الجماهير نتاعها وقت اللي نجيو نلقاو عندنا جي دوب جي معناتها في المقابله فما العقوبه الاولى هي خطية 2500 دينار بعدها في صورة العود خطية ب 5000 دينار العود مرة ثانية 7500 دينار والعود مرة ثالثة يعتبر انه عندك ماتش ويكلو 10000 دينار دونك هذايا بالنسبة للجي دوب جي وكيف بالنسبة للفي بي جي نفس الحكاية معناتها 3000 دينار 4000 دينار وبعد 5000 دينار إذا كان معناتها تم استعمال الشماليش دونك نرجع سائل مرة العملية بس تقول فما ويكلو ولا ما فماش ويكلو ثم ناس قبل كده صحيح تتكلم على سورس السورسي هو بدعة خلقها مكتب الرابطة باش ما يتعداش الويكلو ديريكت يقول لك وقع فيتك مرتين خطايا مالية بعد نعديك على السورسي اللي مش موجود في صدر العقوبات وبعد نعديك للعقوبة بالويكلو دونك ترجع شوف السجل التأديبي بتاع الترجي هل انه في حالة العودة الثالثة ولا ماشي حالة العودة الثالثة هذا بالنسبة باش نحكيه على إمكانية ويكلو ولا لا اثنين نشوف التقارير نتاع الحكم اون بروميي ليو ونشوفوا التقارير نتاع منسق الرابطه التقارير نتاع معناتها المصالح الامنيه معناتها بعد المقابله ونجموا نعتمدوا كيف المشاهد هذه التلفزيونيه من عند القنوات المعتمده اللي هي توا حاليا يا اما قناه الكيف يا اما قناه الوطنيه اللي هم عندهم حقوق البث هو ترجي فينا وضعيه العود الثاني يظهر لي القوارير وبره شماريخ ولا كيفاش اعطينا الوضعيه بالضبط انيس انا ما عنديش حكيسه متابعه للمحاضره تاع الرابطه بالكل من السوا ما وصلش على سنتر معناتها ما وصلش حاله العود ما وصلش انا متاكد انه ما وصلش في الثانيه وفي الاولى في بالي معناتها انا قلت لك في الاولى وفي الثانيه ما زال ما وصلش للحاله الثالثه باش نحكيو على الميكرو خاطر علاش عباد يقول راه عندي سورسي ما فماش حاجه اسمها سورسي ما صدرتش عقوبه على ما اظن حسب متابعتي المحاضر نتاع الرابطه انه فما عقوبه بالسورسي دونك كانوا خلقت من الحاله الثالثه اوتوماتيكمون واذا كان فما تقارير خاطر احنا قبل ما نحكيو على حاله العوده الثالثه اثبات لانه في حاله تعود الى الاثبات ايش كتبته؟ معناها هناك تقرير رسمي من الحكم او من المنسق العام الرابطه او مراقب المقابله او معناتها السلطات الامنيه بوقوع احداث اما رمي شماريخ او رمي معناتها دبابز معناتها بلغه الكوره اللي ما صارش هذا في حسب ورقه المباراه ما فماش هكا ولا شيء حسب ورقه المقابله هي الورقه الرسميه الاولى حسب الورقه ما ريتش معناتها اذا كان فما تقارير كلها تجمع انه ما فماش شيء دونك ما فماش شيء
اذا تم تقرير واحد يقول راه فما يعتمد ما دام ورقه المقابله لم تشر الى شيء. واضح ورقه المقابله لم تشر الى شيء. بالنسبه للمشاهد هذيك يعني وين تنجم تهز الترجي الذي توصي المشاهد اللي مشاهد وين شكون صورها صح؟ نبدا بالتفتيش. كان هم مقاطع فيديو على فيسبوك ولا على انستغرام ولا تيك توك تحب راه ما عندها حتى قيمه قانونيه. لم تكن على القنوات المعتمده ما فماش في الكاس ولا في الوطنيه حسب رشيد الزمري هذا الديوان قلت لك الديوان هي معتمده ام لا؟ الديوان ماهوش قناه التلفزيون الديوان اللي شارك رشيد بسيف رشيد بسيف يحب يلقى تصور لا لا كتسالني رايي انا كنقول لك رايي انا ما اعطينا رايك رشيد مع احترامي للجميع انا راني نحكي انا ساق برك نسلم عليك انيس شحوالك صاحبي لاباس مرحبا بك شنو امورك انا جوست حبيت نسال انا كتسالني رايي ما نحبش راني اطرح بك لورا معناها حاجه ما تعني ليش في رياضه كره القدم وكتحب تسالني على رايي اكثر نقول لك مدربي وكلو راي عقوبه الفيديو عقوبه متخلفه جدا يعني 20 مليون 50 مليون 100 مليون شفتوا نحن الكاس الكاس حتى تحكي عقوبه الفيديو تحكيها بعد احداث كبيره جدا وزيد تحكيك فيهم سورتش اي لا لا الترجي تعرض لعديد عقوبات الويكلو من الكاف اي والفريق تعرض والملعب التونسي تعرض وزرزيش خطايا ثقيله جدا شوف انا انا شوف الشيء سامحني فازي 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 من جهه تاديبيه كيحكي على وسائل اثبات المدى التاديبي يحكي على شكون الكل ايمار سيليزي اورجيسترمون فيديو باين شان بوبليك او بريفي وفونسوني افيك لافيك يحكي على شان ما حكيت على شان دراجو يحكي على شيء تلبس. اي ما نختلفوش فيها هذيك ما متفق معك انا جوست انا حاجه بركه كما قلت لك انا بالنسبه لي مقابله نتاع ديربي ولا مقابلات الكبيره ولا كيف مقابلات بالنسبه لي انا اسعى اذا كان عندي امكانيه معناتها كونها ترجع بزوج جماهير صحيح الوضعيه بتاعتها ما تحملش لكن الهدف الاسمى هو ذلك خاطر هذيك هي كره القدم بالنسبه لنا والويكلو كما قلت انت وكما تعتبر معناتها كيف الناس في الراي الرياضي في تونس اللي كونه معناتها قانون معناتها متخلف ايوه قاسي جدا ماديا ومعنويا ويمكن حتى تحب نزيدك زياده اخرى مع ثم لعبيه حتى يمكن لعبيه تقول لك الكلوب الفيترا افونتاجي كيف تلعب من غير جمهور اسبيرونس سي با ايفيدون راه ينجم جمهور اسبيرونس يعمل بريسيون على جمعيته راه معناتها والعكس كيف وتنجم معناتها حضور الجمهور اللي اسمه اللي يقبل يعطي موتيفاسيون الفريق الضيف اكثر دوك ثم عده والفريق يربح الترجي بجمهوره والترجي كيف موجود الفريق بجمهوره اكزاكتومون اما لكن نحكيو على دونك نحب نحكي جوست على الحكايه هذه سامحني انيس اسكو العود معناتها لا ريسيديف اسكو الكونسيرن معناتها سيسما ناتور واحده نتاع ديباسمون ولا اي واحده معناتها زاد قوارير وشماريخ في بالي لا معناتها اسكو العنف زاد ولا لا معناتها تتسمى ريسيديف ولا اوكي شماريخ ترمي غدوه دبابس مش نفس العود باه الور كو في بالي اللي ثم ارتيك نتاع في خير مني في بالي ثم ارتيك اللي يقول لك لا ريسيديف سي اون كومي اون دوزيام فوت ميم دو ناتور ديفيرونت في نفس الفتره دو ريسيديف في بالي ثم ارتيكل يقول لك يا ودي صلح لي انا نعطيك حاجه هذيك القراءه الاولى لكن انت الريسيديف انا نعطيك عليك ما تنجمش تكون يجب تكون في كل عقوبه وحاجه على خاطر الريسيديف مش نقرا لك النص الريسيديف في الفيميجان 4 ملايين صحيح شفتها في على خطايا مختلفين في الدفير 5 ملايين دونك هذاك يوريك ان كل واحده وحده حتى ما تنجمش انا نرمي دبوزه ناخذ العقوبه الاولى اللي هي 2 ملايين ومن بعد الريسيدير نطرح بعديك 5 ملايين وقت اللي هي 4 ملايين ماهيش 5 ملايين واضح هذوك باش تطبقوا في الكون تطبقوا نتاع الكود ديسيبلينير راهو يفصل يحكي طبلو كيف وبعد يحدث 1 2 3 4 اكيد يمكن مش شايف فعلا باش تحط سنه كاتيجوري تاع طبلو سو طبلو معناتها ولا سو كاتيجوري نتاع طبلو اف معقول قراءة معناتها معقولة جدا معناها أنا بدي جو سوي داكور افيك توا تبقى كما قلت لك أنا الفولي الوحيد اللي نحب نحكي فيه اللي زاد اللي إذا كان ثم عنف يلزم معناتها معالجته أما مش بالبيكو يلزم معالجته العنف الحقيقة يمس كرة القدم التونسية كل مع الأسف معناتها مش والعقوبة الجمهور لازم راهو يفهم اليوم اللي هو شكل في لعبة على جمعيته شفنا الترجي فور اكزامبل معناتها تقريبا مليار او اكثر شويه عقوبات ماليه في الكاف
300,000 دولار وقت اي وقت الجمهور التزم ولا مهدد عشان نحكي عقوبات فعاله وقت اللي الكاف حطت مده عام كامله الدرجه تحت تهديد بالخروج من المسابقه صحيح دبوزه ما دخلتش للاستاد صحيح وفي المجال مش علتش معناها هو نفس الجمهور نفس لعبات وقت اللي يحس روحه دولار فيتي يعمل شيء خاطر يوم ما نحكيه كي نحكيه على العرك ولا قاعد يصير براتيك بول قاعد يصير في الميراج بين السور والسور يصير بنفس الجماهير بنفس المجموعات وقتاش الجمعيه رابحه معناتها يوريك ما عندها حتى علاقه بالكوره ماهيش قادره تبص معناتها مواضيع ما عندها حتى علاقه بالكوره ولا بيت ما ظفرش ولا حايل عليه لا لا معناتها هذايا فينومان لازم الجمهور يفهم اللي هو راه قاعد يشكل فيه عبء على جمعيته انا نرجع جوجوا الرشيد نحضر برشا دربيات متعة لكم الجماهير بعد تفرج معناتها تعدي ربع ساعة وتفرج الجمهور اي الزوز مع بعضهم الزوز يغني والزوز فهمت للأمانة ما تسميش ما تسميش دربي بجمهور بركة بالنسبة لي أنا تاريخيا عمر ما نتذكرش نهار فرد انفصال بين جمهور الفريق وجمهور الترجي صحيح حقيقة معناتها شفنا في الملاعب ربح اللي ربح خسر اللي خسر تعادل اللي تعادل ونزيد حاجة أخرى بسيطة أنا أتذكر كلمة قالها سيد أحمد المهيري الله يرحمه في فينال استادو الكلوب 2003 وجمهور الكليب كان حاضر معناتها بصوره غفيره وقت اجتمع مع النبيه كان الجمهور ما عرفش الكرام وكان وقت عطاهم معناتها كونسي قبل الكتاب وعملوا دور اعتراف بعد ما رجعوا قالوا هبط الجمهور ما هبطش تو كتيره نحضر على روحه قال ما عندهمش عليك الجمهور لازم يعيط يغني كذا لكن يدز مع جمعيه طويله كذا ما يغيرش نتيجه نهار تكون حاضر انت وتلعب ومعناتها وماسك بزمام الامور في اللعبه نتاعك وجمهورك حاضرين ولو في حاضره والجرينتا داخل وجود الجمهور من عدم ومن غير حتى شيء معناتها ما كما قلت انت تو تربح الدربيات بجمهور الفريق المنافس وخسر الدربيات بجمهور الفريق المنافس ما كانش تاثيره كبير الجمهور وكما قلت لك نحن اليوم في الكوره الكوره ديما مشتاقين الكوره اثنين عباد بدات تشيخ انا رافع بيرش عباد ما هو يحبوا الفريق يحبوا الترجي يحبوا الصيف يحبوا التوالي يطلبوك يطلبوا فيه ويهنيوا فيه محلاها استاد واستاد احسن جمعيه ورجعت يكون فيها الفخر ما يكونش فيها هو ما يتمنى لكش الخير معناتها شفت اليوم معناتها جيت في تاع بلاتوات يقول استاد احسن جمعيه استاد تطور استاد ربحت هذايا يعطيك شنو يعطيك رجعنا في الكوره القديمه اللي كانت الناس تتفرج وكانت تحكي بعد نهار لحد ما عادش اليوم نخافوا من استاد لا يتدمغ ولا يتكسر ولا يموت واحد في النطف التراه وماتش ويكلو ودبابز وكذا نرجع ونحبوا نرجع الكوره كرة بالكرة لا شيك ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله ترجع الاجواء كما كانت قبل معناها تفكر انا في الفينيات وفي التسعينات يعني حضرت الدربيات وحضرت كنت مش بالمنزه قبل وانا صغير نحضر وصلنا مش مباراه رفع الستار كانوا يتعملوا ثلاثه مقابلات في ملعب المنزه بعد الحد يبدا من 11 حتى ل 6 نتاع العشيه نتمنى ترجع الكوره هذيك نتمنى نهار حد الناس ترجع السنه في التلفزيون باش تتفرج في ديربي بالشيخ على الكوره ان شاء الله علاش ما تعرفش حتى ماتشات وقصه تلعب مع السنه نلعب بالثلاثه والخميس وبالسبت وبالثلاثه ولا لعب معناتها الواحد يخرج وينسى اصلا ما فما كوره نهار الماتش واضح دونك انا نجي نجوا تقول عقوبه اللي يتلوم ماهيش عقوبه فعاله اللي مش ناحيه تربع ما تصلحش اكيد خالد الكوره تتلعب والناس تصلح والجمهور يصلح روحه بروحه والخروج يلقى روحه مهدد يعاقب روحه ويقول شوف انا وين نزلت نوصل للجمعيه هذا كله موجود بكونتراسيون خالد قول لانيس عنده ما يقول لك يا انيس خالد يحب يتفاعل معك نوسه صفا اهلا بكم ماتش الدربيه لكلوب وستاد شبي مارينيس اللي في التيران في الجرادان يتفرج يحل سليتي وحل تو دخل مرحله اخرى ولا حد ثلاث يا انيس مو عندي حق الرد يا انيس خويا انيس خويا الغالي اش احوالك لاباس والوقت لي انا هزيد كوب اراب وكوب تونيزي وما يربيتر فيهم للزوز هو وين لا انا عندي مخيل يا خالد عندي ليك مخيل انا هو خالد طول في عمره ما جاي يتفرج في استاد وما جاي يشجع استاد حتى ماتش امبوسيبل يدخل الجرادان يا محبوب شكرا لك انيس بن ميم وتحيه ليك وشكرا على كل المعطيات والتوضيحات يلا نواصلوا مع الترجي مونديال الانديه المستويات حسب التسريبات فما حد شيء رسمي لحد الان فيما يخص مونديال الانديه وخاصه الجوائز الماليه الجوائز الماليه خارج التسريبات استميت 100 مليون يورو هكا على 32 فريق 18 18 مليون يورو
في انتظار البلاغ الرسمي خاطر متولي الامور الرسميه لما نشوفوا حاجه من الفيفا ككوميونيكي ولا بيان رسمي يخص الجوائز الماليه ويخص ايضا المستويات لانه نهار 5 المستويات بعد نهارين هذول هذاك هو اللي خرج من فوتبول رانكي معناتها نعتقد باش يكون معناتها الكلاسمون دي كلوب فيفا في الانستون تي ولا في نوفمبر هذاك اللي يظهر لي هو حسب فوتبول رانكينج باش نعطيك المستويات به المستوى الاول في سيتي ريال بايرن ميونشن بي جي فلامينغو بالميراس ريفر بليت فلومينينسي المستوى الثاني في تشيلسي دورتموند انتر بورتو اتلتيكو مدريد بنفيكا يوفي سالزبورغ المستوى الثالث في الهلال السعودي اولسان من كوريا الاهلي الوداد مونتيري ليون المكسيكي بوكا جونيورز وبوتافوغو بطل الكوبا ليبرتادوريس المستوى الرابع في اوراوا ريدز الياباني العين ترجي ماميلودي سانداونز باتشوكا المكسيكي سياتل ساوندرز الامريكي اوكلاند سيتي وانتر ميامي اذا الترجي مع العين وسانداونز في المستوى الرابع بينما المستوى الثالث في الوداد الاهلي والهلال السعودي الوداد قبل الترجي هذاك علاش نسالك لعل سي كومولي على الفتره تاع 4 سنين بوتيتر ممكن اي نجم يكون بوتيتر ولا بون مي ابري بون ابري كنت باش تكون في الرابع مازال ما فهم حتى شيء رسمي لكن هذه التسريبات اللي تخص المستويات لكن حسب رايي حاجه كبيره معناها حسب رايي شوف الفرق اللي بيشتغلوا كاس العالم حسب رايي اي واحد يتمنى باش يلعب بالحقيقه حتى انا ما انت تشوف اكيد تمنيت تلعب بيان سور بيان سور ايفينمون كيما هكا اول مره في تصير ليزيكيب هذوما الكل في بلاد مزيانه برشا دونك اي لاعب يتمنى انه يتشارك في الكاس العالم هذايا مستويات قلنا انه الترجي نلقاه في المستوى الرابع حسب التسريبات رفقة سان داونز بينما الوداد والاهلي والهلال السعودي في المستوى الثالث المستوى الثاني كاس تشوف تشيلسي دورتموند انتر بورتو اتلتيكو بنفيكا يوفي سالزبورغ وما تحكيش على المستوى الاول لانه في برشا فرق من امريكا الجنوبيه اليوم فلامينغو بالميراس ريفر بليت وفلومينينس جوست حاجه مين معناتها معلومه اللي كونوا الانديه من نفس القاره نحكي من نفس كونفدراسيون كاف وكونكا كاف ولا سيف ولا سيف ما تيحوش فرق بالضبط كيما كاس العالم صحيح تو من اوروبا ما تلقاش اكثر من زوز فرق فرد مالو الامريكا تي نورمال اما الفرقه ما تيحوش فرد بول خاطر شويه خاطر اربع فرق والكونكا كاف كيف كيف واس كيف كيف لازم برشا حظ سيرتو للفرق الافريقيه لازم برشا حظ على شوف فيهم احنا تويكا هذا كيما لازم برشا حظ في القرعه في الديبي كيما الكونتيموند محمد راه كيما الكونتيموند ناسيون شوف لي كاليبر اللي موجودين الفرق خويا المستوى الاول والثاني شو نقول لك يلزم يلعب معك الحظ اكثر حاجه باش تنجم تمشي لبعيد وتنجم هو محمد فما نقطه فريق من المستوى على الجاهزيه انا نحكي امين على الجاهزيه نتاع الفرق الافريقيه حاليا محمد في المباراه الاولى يلعب ضد فريق من المستوى الثالث في بالي هكا والمباراه الاولى بالنسبه شكون هذا المستوى الاول المستوى الرابع يلعب مع المستوى الثالث والمستوى الاول يلعب مع المستوى الثاني اول مباراه معناها اول مباراه تنجم تكون هي الاسهل بالنسبه للترجي هذه حسب التسريبات نجم تكون مع الهلال اسهل هذه انا نشوف الهلال انا الهلال نجم نشوف تحطهم يعني تنجم تربح لك في رقم المستوى الثاني وحتى المستوى الاول مع اولسان مثلا يعني نجم تكون مع من عرش انا مونتيري شوف ليون امين الهلال المستوى الهلال المستوى الاول والثاني تنجم تتفاجئك الهلال لكن احنا انا قلت لك ديما يلزم خاطر الترجي الرياضي لو تجي مع الهلال راه ماتش صعيب على الاخر يعني يلزم الحظ سيرتو عنده دور كبير في القرعه هلال بوتافوغو كاسح برشا الفريق بوكا جونيورز تشوف انت بون اولسان ما عنديش فكره كبيره عليه اولسان لكن ديما لازمك تشوف الجاهزيه نتاع الفرق نتاعنا الجاهزيه نتاع الفرق نتاعنا ماهيش في احسن حالات جزايت شكون؟ شكون؟ الفرق نتاعنا نحكي على الترجي الرياضي التونسي ولا الوداد ولا ما همش في احسن حالاتهم نتاع الكونكورونس نقولوا اما توا توا ما سافوار معناتها توا ماهوش في احسن حالاتهم ما سافوار في الصيف تنجم تكون معناتها في الصيف عاملين ميركاتو معناتها فينيتر محلوله فما فينيتر محلوله اللي كبت الكل فينجم يكون اسكو هو فما متوفرين اسكو متوفرين للجوار الكاليتي متوفره ولا لا؟ استنى كيك محمد كي تتصب الفلوس تاع الكوب دي مون 18 مليون اغراء 15 مليون يورو راه معناتها الجوار اللي مردوده متوسط مازلنا ما نعرفوش الصفقات نحكي لك الخبر الرسمي الجوار اللي مردوده توا متوسط معناتها من هوني شهرين ثلاثة شهور اخرين باش يطلع في نيفو معناتها باش تطلع مع الكيب الكل باش يطلع في نيفو دونك الحالة تاع الفرق توا كاس العالم لعبيه تحب تجي موتيفاسيون اخرى خالد الترجي وريغا كامب
ثلاثة مباريات هكا ولا ريكا كامب مع الترجي الرياضي التونسي، كيفاش شفت الفريق التغييرات ممكن تظهر البصمة الحقيقة سورتو الماتش سورتو الماتش الأخراني في ظهرت البصمة نتاعو أو نيفو أوفونسيف التغييرات اللي عملهم خاصة أنا بالنسبة لي راهي كرة القدم سهلة راهو بن محمد ملاعبي على الكوتي اللي صار عطى برشا دي سوليسيون سورتو في النيفو أوفونسيف كان تقبل كان تقبل اللعبة برشا على اليمين الاسبيرونس معناتها تلعب برشا على اليمين في الماتش العمران اللعبة الكل على اليسار سورتو معناتها سورتو كي يرجع البلالي بعد الإصابة خاطر بن محمد والبلالي يعرفوا بعضهم لعبوا مع بعضهم هزوا الشامبيونز ليغ مع بعضهم معناتها حافظين بعضهم عندها برشا ليه خمسة سنين ست سنين نجي نفسر لك حاجة يمين يمين شوف ملاعبي تكنيكمون أرير غوش وكيبدا قدامك انت ديمي غوش ملاعبي زوز يعرفوا لي تكنيك يعرف لابيل كونتر ابيل يعرف معناتها كي تشوف انت بن محمد كيفاش ياخذ ويدخل ويعمل بنتراسيون ناقص شويه كومبيتيسيون معاك اما ما تحس فما ابور كبير اوفونسيف الحقيقه بن الحقيقه كيف كيف كوناتي ملاعبي من عبد الرحمن كوناتي ولا هي. حتى موكوينا بين اللي عنده بوكو دو كاليتي الحاجه الباهيه اللي رودريغيز رجع يسجل هذا 12 هدف في البطوله التونسيه من بين عامين والسنة كيف كيف زاد حتى الاكسيال اللي خذ البلاصه هذيك عبى بلاصته مليح بن حميده فهمت راهو سي فاسيل انك راهو تبدا رير غوش ولا رير دروات تدخل لاكس كي تبدا عندك الليكتور باهيه نتاع اللعبه وكل شيء تنجم تنجح على غرار خلي الشمام اللي كيرجع لاكس عدى موسم استثنائيه دونك الاسبيرونس شوفها في الطريق الصحيح سورتو الربح باهي نتاع شباب العمران اللي قبل الماتش شامبيونز ليغ عب ستار كيفية ممكن استعمال اللاعبين والرصيد البشري من طرف المدرب الروماني لاورينسيو ريغا كامب كيفاش ريتها في المباريات اللي يشرف عليها المدرب الجديد الترجي أكيد أنه المدرب الجديد ريغا كامب متاع الترجي باش يعطي الإضافة للترجي لأنه كاردوزو خلاله مساحة باش يخدم فيها لأنه كاردوزو مخدم حتى شيء على مستوى التنشيط الهجومي للترجي دونك المدرب هذا جديد الأفكار اللي باش يجيبها جديدة باش تعطي أكل لانه نقولوا احنا عباره في خذا ليكيب في ان ايتا بروت معناها فارغ نشوف لي كونسين اللي يعطي فيهم لاتيرو في العليني وقت اللي هو يديريجي كيفاش يحرك في لاتيرو ويتكلم سورتو على التنشيط الهجومي ظاهر انه المدرب الجديد عارف شنو المشاكل عارف مشاكل الترجي في الاظهره كيف كيف راه دخول كوناتي وموكوينا يعطيك حلول يعني شفنا اللاعب موكوينا معناتها ماهوش لاعب اللي يلعب لك على الرواق بركه لا جور يدخل الانتيريور يعطيك حلول وقت اللي تلقاه في بوزيشن تاع سونتر يعطيك السونتر بسيقو اليمين قالور كو هي ماهيش لو بي فور نتاعو يدخل ويضرب ويشوت على الكاج معناها فما حلول ان جوور وقت اللي حتى كي تلقاه في فاز دو ترانزيسيون تلقاه ان جوور رابيد اللي ياكلك لو بروفوندور كوناتي لاعب ممتاز ياسر معناها كو سوسو ان جوور في وسط التيران ولا وقت اللي يزيد ويمشي ويعطيك معناها لو بلوس في الكولوار ولا في ال 30 متر الاخرانيه دونك ترجي مع كوناتي وماكوينا قاعده تتغير حتى في غياب البلايلي مارينيش الحقيقه مالغري لي بوغرا معناها ماهوش قاعد يقدم في مردود كبير ولكن الترجي هجوميا قاعده تخلق في الفرص قاعده توصل للكاج تاع البيرس فما تنام مع روني رودريغيز حتى على السنتر ضيعها معناها فما فرص جات حاجه جديده في الترجي اللي حتى في معناتها في البوكس في 18 نتاع ليكيب ادفيرس ولا يخلطوا خمسه سته ملاعبيه ويخلطوا باش يكملوا الهجمه وهذا ستريز امبورطون مالغري اللي راهو العمران ان بلوك با كان سودي وكان معناها متماسكه خمسه لاعبين واربعه قدامهم دونك سي با فاسينك باش تلقى الحلول ورينا الترجي قبل مع كاردوز وقت اللي فريق يلعب متكتل دفاعيا الترجي يكون لعبه ستيريوتيب وما يلقاش الحلول لكن المباراه الاخرانيه فما تحسن الأكيد انه مع ريغي كامب مازال باش يصير التحسن واكيد الخدمه اكثر على الاطراف مع لاتيرو باش تكون مستقبلا باهيه سؤال رشيد او تصحيح جانا من بعض المتابعين قالوا لي نادي الفريق عمر ربح الترجي قدام جمهوره صحيح ولا معناها قدام جمهوره معناها بجمهور فريق الترجي التونسي فقط في الدربي ملي ولات بجمهور بركه يظهر لي ليه ولات بجمهور بركه اي لا مش بك ما صلحتليش لا قاعد نسخال دون لابسولو انا نحكي لك ليه قدام جمهور وبجمهور فريق واحد بجمهور فريق واحد يعني بجمهور الترجي فقط لا ما الترجي ربح الترجي ربح بجمهور الترجي ربح به محمد نظرتك للترجي منذ قدوم ريغا كامب شوف اول حاجه احنا نتريثوا شويه في الحكم على المدرب اول حاجه فما بوادر نتاع اختيار ونتاع توظيف صحيح بالنسبه للمدرب لكن نشوف بن محمد على اليسار ونشوف بن علي يتم اشراكه ما نجمش حتى بن محمد على اليمين لا لكن سامحني خاطر كي نشوف بن محمد ولا يلعب
داكوردو بن محمد ولا يلعب تيتولير. شكون كان يلعب تيتولير؟ بن حميد. بن محمد ولا يلعب تيتولير؟ لكن فما ظرف، فما ظرف الفرق هذه. يعني ما قصيتش عليكم وانتم مش تقصوا عليه. ما معش خص عليك سامح. يا ودي بسم الله الرحمن الرحيم ونزيد من زمني. والله اعتذر. خليني ساعة. اعتذر تفضل سي محمد. اول حاجة قلت لك فما بوادر نترايثوا في 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 الحكم على المدرب. اول حاجة لأنه فما بوادر اختيار وتوظيف صحيح من قبل المدرب في التشكيلة الصحيحة مع غياب العناصر اللي كانت تلعب كما بليلي كما مرياح. شفنا بن محمد يلعب على اليسار وهي البلاستو اللي تنجم نورمالمون تكون مع كاردوزو. شفنا بن علي يقع إقحامه لأنه تشوف تولي تفهم الرؤية متاع المدرب اللي هي رؤية هجومية اللي كانت تنقص الترجي الرياضي التونسي. لكن بالنسبة للماتش الأخراني بالنسبة للماتش الأخراني ما تنجمش تحكم على علاش قلت لك ترى تنجمش تحكم على المردود متاع الفريق لانك تلعب ضد فريق ذات تمركز دفاعي. احنا وقتاش نشوفه نحن فما نقص في الدفاع هكا ولا لا؟ يلزمك تشوف جمعيه تلعب للطاك تلعب الند لند للترجي الرياضي التونسي باش انت تفهم اسكو الترجي الرياضي التونسي جاهز حاليا نضج للتحديات القادمه او لا. بصمه لونترنور تشوفها في ثالث او رابع ماتش لكن حاليا نشوفه في التوظيف الهجومي اللي كما قال الرئيس كما قال قربي رئيس رأس الحربة رجع يسجل. شوف كوناتي قاعد يلعب. شوف أولو رجع لبلاستو وأنا ديما أولو يرجع لبلاستو ومعه إشراك كوناتي وإشراك مكوينة. نشوف الترجي حاليا في الطريق صحيح نسبيا. نشوف التحديات اللي أكبر. أنا نحس فما ملاعب باش يخسر بلاستو في العشرة وقول الذم. شكون؟ مع ريجا كامف. ينساس. ينساس. ترى ترجي أفضل دون ينساس. لا في الديسبوزيتيف متاعه. أنا نسألك على الشرشي. في الديسبوزيتيف متاعه تحسه متقلق اللي كونه تحت لزاتاكون. تحسه متقلق يحب يلعب تحت لزاتاكون. إتو ليزونتونير يجيبوا فيه على اليمين يقول لك تلعب خير على اليمين. هذا حسب ما ريت نعرفش كتصلحوا لي ولا لا. شوف أنا باش نشوف أنا كلامك صحيح على كلامك أنا قلت. صرحت كيف خرج في بنجردين. صرحت كيف خرج كوتر بنجردين وتحسها مصرحة شوية كوتر جوليباك. شهرين احنا ما مديناش نخدموا لهنا شهرين. استنى انا قلت شهرين التالي شهرين التالي قبل القردام مازلنا ما رجعناش نخدموا شهرين ارجع محمد انت عندك رؤيه استباقيه وانت الكرونيكال رقم واحد راك هنا تقول لي تفضل خويا. انا قلت على البلايلي وعلى ساس قلت نورمالمون ساس يتعوض وترجع للفيديو هكا ولا لا؟ صحيح. علاش قلت لك؟ لانه ما تنجمش تحط زوز في نفس البوست في على اليمين وعلى اليسار في نقطة قوة الترجي الرياضي التونسي في الترانزيسيون وهما ضعاف في الريكوبيراسيون. لأنه في الترانزيسيون فما ترانزيسيون أوفنسيف وقوة زاد الفريق في الترانزيسيون ديفنسيف في البلاسمون زاد كيف كيف الدفاعي. أنا نشوف اللي في الخط الثاني خط الوسط الميدان يقعد فارغ بعدم عودة ساس وعدم البلايلي الزوز رزان في الريكوبيراسيون. ترجي في البطولة التونسية بالله يا أمين لحظة نقطة مهمة يزمك كي تخسر الكرة تعمل كونتر بريسينج أو ما يسمى يعني نحن نعطيه الشانس لمعشة ولا لا؟ ولا تشوف أنت شانس مزلت هو معاش لا مو على ساس هي نورمالمون ساس ياخو معاش ياخو بلاست ساس هو كي خذاه بلاست ساس كان أحسن بيه. وكان عاطي الإضافة وسجل هكا ولا لا وسجل هدف الانتصار واضح هذا في الرابع. خلينا نحكي على النادي الافريقي بعد 10 جولات مع دافيد بيتوني اول هزيمه للنادي الافريقي. رشيد انت كيفاش تابعت ممكن مسيره بيتوني في العشرة جولات هذوما مع النادي الافريقي مدرب شكروه معناها الفلاتوات الكل حتى في الهزيمه ما كانش فما نقد لاذع هكا في حق دافيد بيتوني. انا عندي انا صعب انا بور كومونسي نذكر مره قبل ما نجي انا عملت حتى ديبا على كلمه انا قلتها للافريقي كي توفى معناتها حسب رأينا الافكتيف ماهوش اكسيلون ماهوش كما يسوق له. المدرب قال بعد ثم كلمه في الانترفونسيون شكون خير من الافريقي على مستوى رصيد البشر؟ لا ما نحكي سورتو في ميو تيران نحكي عموما الاسبيرونس مستيرو ستاد معنى رابعا تحط النادي الافريقي على مستوى رصيد البشر وراهي ماهيش معناتها تقليل من قيمه ما عادي خاطر الكلوب خاطر خرجوا منها برشا من لعبيه في العامين هذوما لكن جابت برشا من لعبيه الكلوب ما تنجمش تجيب 20 زاد فرد عام فهمت هذه 11 اي ما تنجمش تجيب 20 فرد عام تسعه جابت اي ما تنجمش انت خالد تعرف ما تنجمش باش تجيب 20 باش تبدل ليكيبه كامله في عام. المدرب قال كلمه ماتوريتي ثلاث مرات في الانترفونسيون تاعها كان سمعتوا اللي هي النضج
تحس معناتها بلغه اخرى ملعبيه معناتها ثم دي كونسيون مش ماشيين. وانا هنا عندي عتاب كبير برشا على لاعبين وسط الميدان. انا حسب رايي ثم امونك ديفيكتيف في وسط الميدان. انا حسب توني ما لقاش التركيبه المثاليه في وسط الميدان. هكا جربهم برشا مرات جربهم مع بعضهم، فما مرات مشات ومرات لا. معناتها للامانه مع ثم جواريز ما تراجع رواحه مره اخرى. انا راني ديما مثله من انا ثم ملاعب نحبه ياسر اللي هو مينيم نتفرج فيها اللي هو معتز نحبه برشا زمزمي ونعرفوا من اللي طلع سينيور عمره 17 سنة وكل كانت عنده تجربة احترافية فرنسا. لكن حاليا سامحني ميساج لكن حاليا سي با لو روندمون نتاع مستواه. اما اكثر واحد تو في اللي يلعبوا في الوسط اكثر واحد يعرف يلعب كرة في ساقي اكثر واحد ياخذ في الكرة اونتر اللي قلت لك اكثر واحد يعجبني. لكن الانتظارات اكبر من المعتز. كيف كيف لي شوا في الوسط ما فماش برشا نلعبوا باربع ملاعبين الفريقي تلعب راه في الوسط ليكيبات الاخرين عندها 6-7 ملاعبين يتبدل بهم فهمت. فحتى تحس ليكيبه تحاول تخرج مثلا ماتش تونسيه تحسها في 40 متر مع تلتالي ما تجي كره عند غايه ليفني مدى واحد من ليزاكسيو يعاود يحل على لاتلو يطلع بعد تبدل الهواء بعد ولد دي شو تكنيك تعرف الغلطه نتاعو فيش مسيما كولا واحمد خليل فرد فرد ستاتيو ما نجموش يلعبوا مع بعضهم ما تنجمش. هذا الديبا نتاع العيدوني والسخيري ما نعرفش مع بعضهم ما نحبش نحكي تكتيك ما عنديش الاليات باش نحكي تكتيك لكن مؤهل انت ما شاء الله عليك عندك الارقام والاحصائيات وعشرت قداش من مدرب ما يهزروش نحكي تكتيك كمان. اما معناتها نعتبر اللي المونك في الافكتيف في الوسط هذا هو البقيه معناتها الخدمه قاعد يخدم سيفري معناتها اللي الراي العام ولا الجماهير بحكم اللي المنافسين التقليديين على على البطوله هما ترجي طوال وسي اس اس عملوا ديبيوت سيزون معناتها خسروا نقاط في الناس الكل معناتها نسيت لوبجيكتيف ماجور تاع النادي الافريقي اللي هو حتى واحد في النادي الافريقي ما انونسا معناها قال لي زين نهز كان شي سلا كاتاستروف الناس الكل تحكي وبما اولهم المدرب اللي هو لو بورت بارول تكنيك دو ليكيب لو بورت بارول سبورتيف دو ليكيب يقول راني ما عاد نلقى في الاليات راني حاضر في فريق وكل وقال كلمه ماتوريتي ثلاث مرات تمام لعبيه زعما تراجع شويه رواحه لازم تطلع شويه في المستوى. قلتها انا جمعتي التالي ولا جمع التالي على الملعبيه نتاع النصف الامامي تاع الفريق ونزيد نحكي اكثر من لعبيه تاع الوسط. اذا كان ثم رونفور ان شاء الله في الشتاء كان يصير اللي هو ينجم يحسن مستوى النادي حسب رايي انا اليوم دي جوغ في الوسط لكن ما تراش انه التغييرات ممكن نقصت شويه من الانسجام في النادي الافريقي تو مثلا ينجم. كين زومبي سجل زوز اهداف هكا ولا في المباراه قبل الاخير صحيح يلقى روحه على بنك الاحتياط صحيح ترى منطقي ممكن تغيير ينجم لاكس تبدل لا انا نعرف صحيح 100% لاكس اكثر ما يتبدلش رشيد اي بيان سور جو سوي داكور لكن انا لكن انا معناتها نعتبر اللي اصلا الافريقي ما وصلتش باش نجم نقولوا بسام ما عملش ولا خضراوي ما عملش مع الكلوب ما وصلتش هو راهو رشيد فما مثل يقول في الكوره معناتها يقول كون شونج با ان كيب كي قال كي زومبي سجل لك زوج اهداف فما ثوابت فما مخزون ثقه فما ثوابت دوبلي محمد لاعب كوره ويعرف ما تنجمش كل ماتش تبدل ثمانيه اتفق معك لا لا ما تفهمش فما 10 ثواني نعطيك اون دو انا قلت لك متفق مع القراءه صحيحه كما قلت لك اللي كونه ما تبلش سورتو دي جوور اللي قاعدين يعملوا في بيرفورمانس كيما كين زومبي كيما تيني لارير غوش لعبت قالوش ما كاينش مش يلعب معقول جدا كل لكن انا اللي حسب اني قاعد نراه اصلا باش معناتها باش نجوجي معناتها بسام ولا حمدي ولا خضراوي اللي هما ماهوش في مستواهم زاده لكن اصلا الكلوب ما وصلش كوره فهمت النقطه اللي تحب هذه النقطه اللي حبيت نحكي عليها معناتها برانسيبالمون راهو انا بالنسبه لي انا واحد مدرب كل ماتش يبدل 5-6-7 ملاعبيه راهو ما تجيش فما ثوابت فما معناتها كي نقعد نلعب بينا بفرد كيب متبدل واحد اثنين وماكسيموم على خاطر فما حاجه انت كملاعب انا حافظ صاحبي كيفاش ابيل كونتر ابيل نعرف فين مشاتي له نعرف فين قوته اوتوماتيزم انسجام اوتوماتيزم ما تنجمش انت اعطيني مدرب في العالم يبدل كل ماتش يبدل 8-7 من هو مورين بدل في 3 ماتشات لكن مازال كي جاي ما تنكزاجير 8-7 قاعد يبدل 3-4 من ليه اكثر تنحسب لك احسن من الماتش انت اللي سليمان الماتش الاستاد قديم من الملاعب يبدل اقي فوالا برا برشا اربع كل خطوط بدل اما الناس اللي قاعده تهبط ناس كي كومبيتيتيف قاعده تلعب النقطه هذه انت قلتها البارح في قناه الحوار ولا ما قلتهاش قلت ايش خبيها له هنا خبيتها لشيء خبيها لي انا ريت التكتيك ريت يلا سي محمد شوف سي يمين تفضل سي محمد سي يمين تو هي مشكل واحد ساهم في قلب الاوضاع في النادي الافريقي وهي غياب شو قلب الاوضاع في المشكله اللي قاعدين نحكوا فيها القربي ورشيد باهي داكورد ونحكيو على الانترونور باهي هو غياب راس حرب غياب راس كي غاب راس الحرب غابت الحلول الهجوميه
معناها مشكل نادي فيك كل خاصته في عدم وجود رأس الحربة. الله يديك خليني شكون شو وصل كورة رأس الحربة. أوكي صحيت شوف محليك اسمع اصبر على رزقك باهي. أول حاجة أصبح الأفريقي ولا تلعب لعب سلبي حتى ولو كانت هي أكثر استحواذ. الأفريقي قاعدة تلعب في لعب سلبي، ما فماش الحلول الهجومية اللي هي مطالبة بها فريق يلعب على التتويج. احنا نقول لك المدرب، مدرب اسم كبير، لونترنور اسم كبير، تاريخ ومدرب كفاءة، لكن جاء في أسوأ مرحلة في البطولة الوطنية. توا هو في مرحلة اكتمال البناء، قاعد يكتشف في البطولة متاعنا، مرة يلعب على الطرطون، مرة يلعب على الويكلو، مرة يلعب في السخانة، وجاي ورمضان زادة مش يلعب زيد يكتشف اليوم مش يلعب ماضي ساعتين متاع القايلة وصيام وكذا، مازال قاعد يكتشف ويكتشف وممتون في جمعيته، قاعد يكتشف في الليكيب تيب. احنا قلت لك في مرحلة اكتمال البناء قاعد. انا قلت لك في يوم ما نعود لقديمة قلت لك انا اللي حبيت كي زومبي جوار كونفيرمي، لكن انا حبيت اللي النقايص نتاع النادي الافريقي تكون اولى من كيزومبي اللي انت راس حربه وسط ميدان يخدم قوه النادي الافريقي اللي هما الاطراف اللي هو الصرافي واللي هو اللي على اليسار الخضراوي راكي وزاد اون بلوس عندك حارس مرمى راهو كي تحب انت تلعب على البطوله يلزم تكون متكامل فريق. انت قلتوا برشا مرات الكلام هذا حارس مرمى وراس حرب هكا ولا قلت لك انا قلت لك ورشيد قال لك زوج لاعبين متوسطين ميدان. لا قلت لك انا وقلت لك استنى وقلت لك ريجيسور قلت لك العالم تو قاعد يرجع للبوست نتاع ريجيسور اللي هو يخدم نقطه قوه النادي الافريقي اللي هي الاطراف اللي هي استرارفي واللي هي لجوار بيركيتون خضراء. خلينا ناخذ راي عبسه شو عبسه ما تكلمش استحوذت على الكلمه سامحني استوره خمسه ثواني تكلم مع جمعيه الكل انت الافريقي ترجي نجم ما شاء الله عليك تفضل اسمعني حبيب بالقدا النادي الافريقي وفاق ستيف في التحضيرات في الصيف في زويتن المدرب بيتوني اسمه اقترح لاعب بركة في الميركاتو اللي هو الفرنساوي اللي جابه اللي هو يلعب اون طونك نوفي دمي يلعب تحت ستاكو وعنده اصابه اللي هو تلعب مصاب خاطر يعرف اللي الكارونس اللي عنده الموك اللي عنده في البوست هي غاديك دونك نتصور انه باش يكون انتداب اول انتداب غادي تخيل ما تعرف وقت يقول على الماتوريتي نعاود نقول ثلاث مرات اللي هي النضج يحكي على نقص نتاع نضج تكتيكي في اللاعبين انا قلت انه بيتوني احسن انتداب عمله النادي الافريقي في الموسم هذا متفق معاك عشان خلق اجواء معناها طيبه في وسط الفريق خلق ديسيبلين خلق معناها جو من المصداقيه بينه وما بين اللاعبين خلق جو من الكونكورنس تنافس ما بين اللاعبين ولكن جاء في الكوتين تاع التنافس فما فرط في انه اجعل الكونكورنس معناها كبيره معناتها لو اليوم وقت نحكيو على كره القدم صحيح انا مثلا انا وخالد لازم ندخلوا في كونكورنس ولكن فما زاد اللي يلعب هو الخير مش معناها انا اليوم كي زومبي انا نسجل هدف تحطني في نفس الجمعة هذيك الجمعة اللي بعدها تحطني على البنك. ما نجمش تلعب في الماتش استاد بس بسام اللي قوتوا على اليمين تلعبوا على اليسار وصرف اللي قوتوا على اليسار تلعبوا على اليمين. ما نجمش اليوم انا نخلق التنافس في خط الظهير ايسر ما نجمش اليوم نلعب تيني غدو نلعب السيري بعد رجع تيني بعد فما ثوابت وساتوري زي ما يحطها المدرب على مستوى حراسة المرمى على مستوى خط الدفاع وفما زوز على مستوى وسط الميدان زاد هذوك يعطيوك الثوابت تنجم تغير في الهجوم راهو فما عندك دوز اتاكون باش تغير سور لي كولوار تنجم تغير ولكن النادي الافريقي فما دي روبير دو جو مفقوده لي روبير دو جو هذوما ما يجيوش راهو بتغيير التشكيله في كل موسم في كل جوله هذايا انا اللي راه فيه فرط من بيتوني اليوم صحيح فما مشاكل ناقص مهاجم النادي الافريقي ناقص معناها ان جوار تحت لاتاكون زاد اللي هو كابابل بزاف كيف باش يعطيك لا ديرنيير باس ناقص ريليور زاد يلعب ياخذ الكره من الديفونس ما فماش ثلاثه لعبوا ديما مع بعضهم ما فماش معناها اظهر قاعده تربح في الكومبيتيشن وكل ماتش يزيد يعاود وقت اللي انا نلقى روحي تيني انا بديت نطلع اوب تحطني على البنك كي زومبي انا مركز بونت وبديت خذيت الثقه الماتش اللي بعده نلقى روحي على البنك مش مقبول جوست قوس جاني معناتها ميساج معناتها على كي زومبي ما كانش جاهز بدلين الا في كلكو دولار فور الجمعه ما كانش 100% هذاك علاش عطاه اقل وقت هذه معلومه اصابات وكل شيء لانه غريب وضع كي زومبي على بنك الاحتياط بعد ما سجل هدفين ضد سليمان ولكن بيتوني انا مقتنع انه مقتنع الجو اللي خلقه في النادي الافريقي باش يخليه ما يقدم بالفريق ولكن يقدم بالفريق
بعد ما يعمل معناها اون ستابيليتي على مستوى التشكيله. فما راهو 6 على 11 من اللاعب يلزمهم يكونوا موجودين. تنجمش تغير التشكيله كل جمعه، راك تغير لارير جوش ولا دروا ودور اليور وكلوار تنحيه وتنحي لاتاكون تحط لاخ ياسر معناها على النادي الافريقي. هي جست حاجه اخرى كيما قال محمد مع النادي الافريقي بون في الاخر اليوم اللي معناتها في الطليعه مع الملعب التونسي في الاخر معناتها انهزم ضد الملعب التونسي. سادة نعطيه الميريتا ملعب التونسي مع ديبلاسمون صعيب مع نحكي ديبلاسمون مع تفتيرات تاع مع في النايفر مع صعيب. ونحن نحلو نحن نحلو مدرب معناتها غلط غلط معناتها مش معناتها ما يغلط زاد اي عبد يغلط. والنقطه الاخرى اللي زاد حتى الفيزيونومي تاع الماتش من الفريق ما عملش مقابله مع تقبل هدف دقيقه 47 يبدل لك برشا حاجات يخليك زي ميتو كانت خايبه برشا من الفريق. زاد حتى لي شونجمون تاعو ما خرب برشا زي ميتو كانت خايبه برشا في الماتش هذا لكن كوتشينغ يعني وجيستيون جيستيون والكوتشينغ غلط. لكن يقعد ديما اللي اليوم معناتها النادي في لوزوبجيكتيف حسب رايان سبورتيف نتاعو ماشي فيهم ونتخيل باش يتحسن المردود تاع الفريق. نتخيل طبعا الميركاتو الشتوي اللي تدارك ممكن الهفوات على مستوى الكاستينغ. شكون احسن مدرب قوي على مستوى الكوتشينغ والتغييرات دربت عنده خال؟ اعطيني اسم. نعرف انه مغروم فوزي بن زارت. انت فوزي شكون المدرب الافضل؟ نبيل معلول. نبيل يوسف الزواوي كوتشينغ. يوسف الزواوي يوسف الزواوي كوتشينغ به النجم. قلنا الفريق في نسق تصاعدي ما عادش يكفينا الوقت باش نحكيو اكثر على النجم ومحمد المكشر نعطيه حقه النجم الساحلي في قادم المواعيد. علي معلول يعود للتدريبات. علي معلول يتدرب على الانفراد ان شاء الله يرجع. علي معلول نقولوا في شهر جان في فيفري يكون علي معلول على ذمة الإطار الفني للأهلي المصري. جماهير طبعا الأهلي توحشت برشا علي معلول أسطورة الفريق. أكيد جماهير الأهلي هي الداعم الأول لعلي معلول، وشفنا حتى الهجمة الكبيرة اللي عملوها على مدير الكرة محمد رمضان، لأنه محمد رمضان يظل مش حابب على علي معلول برشا، وكان يفضل أنه يغيره معناها ممكن في الميركاتو هذا وينتدب معناها لاعب آخر. ولكن شفنا معناها الجماهير متاع الأهلي ممكن طالبت برحيل محمد رمضان مقابل بقاء علي معلول. طوميول علي إن شاء الله معناتها يعمل بريباراسيون معناها على مستوى عالي يرجع للكومبيتيسيون. ولما لا نراو علي معلول بيرفورمون مع الأهلي في مونديال الأندية، لأنه إلي كابابل وعنده من الإمكانيات معناتها باش يكمل مع الأهلي بمونديال، ولو تكون فما بيرفورمانس باهية مع الأهلي في مونديال الأندية حاجة باهية. حتى يطلع بداية أقل قاعد يقدم في مستوى كبير في الإضافة. تحكيم في مصر، نحب بما أنت مختص بشؤون مصر المصرية وتبارك الله عليك من تتقن اللغة المصرية واللهجة بطلاقة. هي لغة في حد ذاتها تسمى لغة، أنا نسميها لغة. أحمد شوبير في تصريح لي قال أنه تم الاتفاق بشكل نهائي مع خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام في مصر، كان إنجليزي هو ديجا، فما مشرف عام على التحكيم في مصر، وحكي حتى على رغبة هاني أبو ريدة بالتعاقد مع بيير لويجي كولين، لكن كان فما صعوبة في إبرام التعاقد هذا. قاعدين يطوروا في الكومبيتيسيون تاعهم، ثم الإمكانيات المادية، ثم الإمكانيات البشرية، ثم برشا خبرات مع اللي قاعدين يسيروا في الكرة المصرية ولا كسوا حتى في الإعلام المصري، برشا ناس عندها خبرة. اليوم عندهم الامكانيات باش ينجموا يزيدوا هاي الكلو معناتها ويعملوا المدير العام للتحكيم في مصر، يجيبوا اسم كبير ويوصلوا يخموا في كولينا معناها، رغم اللي فما برشا هفوات راه في البطوله المصريه حتى بالفار. داير شفنا معناتها شفنا حاجات معناتها تضحك شويه معناها دي بينالتي نون سيفلي معناها في العالم الكل فما لا في مصر فما انا تعرف شنو عجبني في ما يخص التحكيم المصري، الموفيولا اللي عملوها يخرج المشرف العام وقتها الانجليزي ذاك وفيديو يحكي على اخطاء الجوله، معناها هما يعملوا موفيولا يعملوا تو كريتيك وينقدوا هفواتهم عندهم حاجه احسن حاجه ولا احسن حاجه. واحنا في كل جوله عندنا 5 اخطاء ما موجود معنا جبار نحن محاور. في كل جوله عندك 5 اخطاء الحقيقه غير لك النتيجه وغير لك الحقيقه. كل هذه الخاق وجمع هذه الحكام كانوا ممتازين. شكرا لك خالد القربي، شكرا لك رشيد زمرلي، عبد ستار، محمد سليتي، كامل الفريق. شرحنا نتقابلوا غدوه من نص نهار المساعتين في سبورت شيك. باي باي.